هاي حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. بدأنا كده جو الخريف والدنيا بدأت تبرد وتمطر وحاجات كده فظيعه حلوه جدا. ده اكتر وقت بحبه في السنه كده، اللي هو الجو مش برد قوي ومش حر، ظريف كده. بحب اعمل حاجات تدي دفى وتدي طعم جديد. فعملت وصفتين بالقرع العسلي، عايزه اقول لكم طالعين احلى من بعض بجد. عملت كيك وعملنا ولاتيه. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واسيبكم كده مع الفيديو. إيه، انا هنا كنت شاريه دي نص قرع من كارفور، فبس مجرد ان انا شلت اللب اللي بيبقى جواها ده، قعدت كده بالمعلقه احاول اشيله، وهحطها في صينيه على ورق زبده وهدخلها الفرن بحيث ان هي بقى تستوي خالص. انا اول مرة هجربها في طريقة الفرن بصراحة. انا على طول يعني بقطعها واعملها بيوري كده، يا هي بميتها او بحط لها شوية مية صغيرين خالص واعملها بالهاند بلندر. المرة دي هجرب كده مشوية، حاسة ان طعمها ممكن يطلع احلى ومركز كده اكتر. فمجرد بس هحطها دلوقتي في الفرن وهوريها لكم ما تستوي. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. عايزة اقول لكم بصوا، بقت طرية جداً، فنقدر ان احنا نشيل القشر وتكون مستويه خالص من جوه. طبعا انا لسه مطلعاها حالا في سخنه جدا، هستنى بقى تستهدى شويه عشان اقدر ان انا اتعامل معاها، يعني اشيل بس القشر بتاعها. بعد ما استوى خلاص، شايفين ده شكله، باجي بس بالمعلقه كده بشيله بقى من القشر. وطبعا هنا انا ههرسه يا بالهاند بلندر يا في فود بروسيسور. بس مستوي خالص، بيطلع خالص من القشر بتاعه. بس هخلصه بقى كله واضربه واوريكم بقى البيوري بتاع القرع العسلي شكله ايه في الاخر. ده بقى شكله بعد ما ضربته في الفود بروسيسور، شايفين بقى يعني ناعم خالص. بس اقدر بقى استخدمه في الكيك، في مشروبات، في حاجات كتير هنعملها مع بعض، بس ده البيز الاساسي. يعني اول حاجة علشان نبدأ نعمل الكيكة الخطيرة دي، عايز اقول لكم بصوا ريحتها في البيت تجنن. اي حاجة فيها قرفة وكده بيكون ريحتها حلوة قوي. دي المكونات اللي عندي، هي مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. يمكن الحاجة الوحيدة بس اللي ممكن توقفنا تركي شوية طبعا هي القرع، بس مجرد ان احنا جبناه فالموضوع سهل. القرع كمان بيتباع في كارفور او في السوبر ماركت الكبيرة بنص واحدة، نص واحدة او اقل على حسب احتياجكم. انتوا مش لازم تجيبوا مثلا واحدة كاملة زي دي، وفي احجام صغيرة يعني ممكن تجيبوها بس للوصفة يعني. فهنحتاج كوباية من القرع. طبعا الكوباية اللي انا معايرة بيها هي كوباية واحدة لكله، كوباية من القرع، كوباية دقيق، كوباية الا ربع سكر، و ما بين التلت وما بين النص. يعني ممكن تحطوا نص كوباية زيت وتاخدوا منها كده معلقتين كبار تشيلوهم، وبيضتين، وهحتاج عين جمل، ده اختياري عايزين تحطوه اوكي عايزين تشيلوه لا. ودي بقى كل الحاجات اللي هتدي عندي الرفع والنكهة. عندي رشة ملح، عندي معلقة كبيرة سوري معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ودي بهارات القرع العسلي. انا شاريها جاهزة، بس لو مش موجودة عندكم او مش متوفرة فهي قرفة وجنزبيل ورشة صغيرة من القرنفل المطحون. وتقدروا تضيفوا بقى لو انتوا عايزين يعني رشة صغيرة حبهان او حاجة براحتكم. هي دي بتاعتي وبتتباع يعني على الويب سايتس والحاجات دي موجودة. تمام، تعالوا بقى هنبدأ. اول حاجة هحط كده الحاجات الجافة مع بعض. فهحط عندي الدقيق، بصوا هي كيكة سهلة جدا. انا حاطه دلوقتي مشغله الفرن على 180 ومن تحت بس، وسايباه ان هو يبرد كده. حطيت الدقيق، هحط البهارات والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.
بس هعمل لهم كده ميكس بسيط مع بعض. السكر انا بحب ان انا ادخله مع البيض والزيت والقرع. إيه برضو عايز اقول لكم البيض انا حاطه عليه فانيليا. في ناس ممكن تكتفي ان القرفه والجنزبيل وكده هيشيلوا الريحه، بس انا احتياطي وعشان اكون يعني واثقه وضمنه. طبعا انا عامله مقدار صغير، تقدروا ان انتوا تعملوا مقدار كبير زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى هنا هنبدا ننزل. اول حاجه هنزل البيض، وانا قلت لكم البيض انا حاطه عليه فانيليا، وهضربه الاول وبعدين انزل عليه الزيت. اتضرب هنزل عليه بالزيت. بصوا هي كيكة سهلة، ممكن تعملوها في الخلاط لو حابين، ممكن تعملوها على ايدكم كده. بس مجرد امتزجوا هنزل السكر. وهنزل كوباية من القرع. اهم حاجة ان القرع لو انتوا عاملينه مثلا من قبلها بيوم وحاطينه في التلاجة تطلعوه قبلها. والبيض طبعا يبقى كله بدرجة حرارة الغرفة، مفيش اي حاجة طالعة من التلاجة ساقعة، يعني ده بيبوظ في التسوية بتاعتها شوية كتير يعني. طبعا بيوري القرع ده انا عملته وصورته، هحط لكم تقريبا الطريقة في اول الفيديو عشان يكون سهل. شايفين بقى القوام خلاص كله سايل. هبدأ اخلط عليه بقى الباودر اللي احنا عاملينه. انا بحب احط عين الجمل في الاخر خالص، يعني بعد ما اخلص. وقلت لكم عين الجمل اختياري، ممكن بدل عين الجمل نحط بيكان زي ما احنا عايزين. بس انا لما مش بحطه من الاول بتاكد ان الكيك القوام ما فيهوش اي تكتلات، وبعدين اما بحطه عشان طبعا انتوا عارفين ان هو مش متقطع صغير قوي، فممكن يعني يبقى فيه تكتلات صغيره واحنا ما ناخدش بالنا منها، نفتكر ان هي عين جمل. الكيكه بقت تمام، شايفين القوام حلو جدا. هحط بقى المكسرات بتاعتي، دي تقريبا حوالي يعني ربع كوباية. بس صدقوني بتفرق، بيبقى في حاجة كرانشي مع الكيكة بتبقى طرية جدا، فبيدي يعني طعم تحفة. انا مسخنة الفرن وقلت لكم ان انا هستخدم القالب بتاعي. انا هستخدم ده، حابة يكون الشكل ده، وهرشه بس بنان ستيك ده زبدة. وهصب بقى الخليط وندخله الفرن. مش قادره اقول لكم قد ايه ريحتها روعه. هدخلها فرن 180، بتقعد حوالي ساعه الا ربع. هظبط بس وشها ويلا على الفرن. عايزه اوريكم بقى شكل الكيك بعد ما طلعت من الفرن وسبتها طبعا تبرد شويه. شايفين طريه جدا وريحتها تجنن. انا طبعا سبتها تبرد علشان ما تبص واحنا بنقطعها. اللي عايز بقى يحط عليها سكر باودر يقدر يحط، اللي عايز يحط لها اي توبينج بيتحط لها كريمة زبدة، بيتحط لها حاجات كتير تخلي يعني طبقة كده من فوق. بس انا بصراحة هي كده سكرها بالنسبة لي مظبوط. بصوا سواها بيرفكت،
المكسرات فيها مش مكتومة، يعني عايزة اوريكم قد ايه طرية، خطيرة خطيرة بجد، جربوها وهستنى تقوليلي رأيكم. طبعا مع الكيكة الفظيعة دي لازم كده بقى نعمل مشروب حلو. هنعمل مشروب برضو بالقرع العسلي او يقطين بامبكن زي ما بتقولوا، وبرضو بالسبايسز دي هنعمل اللاتيه. وبصوا سهل جدا وحلو قوي مع الكيكة بالليل كده، عارفين جو دفا حلو جدا. علشان نعمل اللاتيه هو 4 مكونات، عندي ده بيوري بامبكن اللي احنا عاملينه سوا، وعندي ده دبل شوت اسبريسو، ممكن طبعا نسكافيه اي حاجة، بس عايزة دبل شوت يبقى كمية كبيرة، وكوباية لبن، والبهارات بتاعتي اللي طبعا بتدي طعم حلو جدا. انا هبدأ احط كله على بعضه. طبعا السكر حسب الرغبة. بعد كده وهحط يعني نص معلقة صغيرة من البهارات، والبيوري بتاع القرع العسلي، وهبدأ بقى اقلب كده كله على البارد، وبعدين ارفعه على النار. اللي ما بيحبش يبقى فيه قطع صغنونة كده خالص من القرع، نقدر نصفيه بعد ما نخلص. انا هسيبه يغلي وهوريكم بقى بيتقدم، طريقة التقديم بتاعته ازاي. ايه خلاص كده اللاتيه غلي، جبت بقى كوباية دي بتاعت ستاربكس مكتوب عليها بامبكن سبايس لاتيه، بصوا حلوة جدا. هبدأ اقدم فيها بقى اللاتيه بتاعي، انا مش هصفيه بصراحة، اللي حابب يصفي. عايزه اقول لكم ريحته تجنن. هحط عليه كمان ويبنج كريم، بتديله كده يعني غناوه. وهنرش عليه رشه برضو من السبايس اللي احنا حاطينها، تدي ريحة حلوة جدا. وممكن نزوق بس كده يعني بعود قرفة بس. طبعا بصوا مش قادرة اقول لكم ريحة البيت، القرفة والحاجات دي دافئة جدا جدا جدا، وروايح حلوة في البيت، وطعم حلو جدا. لو جربتوهم اكيد هيعجبوكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستنى تقولي رأيكم في الكومنتات لأي وصفة جربتوها. أشوفكوا على خير، باي باي.